نيجي على التصنيع الزراعي اللي اتكلم عليه بهاء، وانا بقول كده تاني بتكلم على الناس المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي. اصل هي الحكايه مش حكايه ارض بتتزرع وبنتكلم في يعني ايه تصنيع زراعي. يعني هو قال لك النهارده معمل عصير مركزات برتقال، في ناس تعرف بس مش كتير ان انا ممكن قشر البرتقال ده بعد كده يتحول ايه يا بهاء؟ علف. سيادتك فهمت. يتحول لعلف. لما اجي اتكلم على القصب، لو انت النهارده كمزارع تصورت ان القصب فقط هو ان انا اخده من اول ما اشربه كوبايه عصير القصب بس، ده الشكل، لغايه لما اقول بقى لا ده بيطلع منه ورق وبيطلع منه نشا وبيطلع منه عسل اسود ويطلع منه خل، ولا مش كده؟ ولا انا مش كده؟ لو النهارده المشروع كان التصنيع الزراعي بتاعه جنب منه ومعاه، انت خليت المنتج الزراعي بتاعك تكلفته بقت اقتصاديه. ليه؟ لانك انت لو زرعته فقط قصب وبعته للمصنع، انا اسف يعني اسف، لحد هياخده هيعصره ويشربه للناس، ده شكل مش غلط، لكن اقتصاديا قليل جدا. لكن لو جيت قلت لي انا خدته واديته لمصانع السكر، لا انا بقى عصير وبقى سكر. طب اكتر ده بخدت المصاصه بتاعته اللي هي مخلفات المصنع ووديتها المصنع ورق عمل ورق، يبقى ما بقاش فيه هالك، ما استفدتش منه. وانا هقول لكم على حاجه، يعني كان من ضمن الكلام اللي كنا بنتكلم فيه من كام يوم كده على موضوع المدابغ، ففي مخلفات المدابغ دي من الجلود فبتترمي. يا دكتور بتترمي وبتبقى عبء على البيئه في انك انت ترمي الكلام ده، تتخلص منه في يعني في مناطق للمخلفات ديت، وتفضل موجوده كده ليها اثر بيئي مش كويس. لا، في صناعات ممكن تتعمل على المخلفات ديت، وبالتالي يبقى انت تخلصت من الاثر البيئي الضار بتاعها وحولتها لمنتج ايه. بس كل اللي بقول عليه ده بيحتاج ايه؟ يحتاج تكلفه، ويحتاج اللي انا اقدر اقول لحد النهارده عنده مدبغه بتطلع 1000 قطعه في اليوم اقول له اعمل لك مصنع ليها؟ لا، لازم حد يدخل يعمل المصنع ده وياخد من المخلفات دي. منين يا دكتور؟ من كل الناس، ويبقى ما تترميش، ما تبقاش عبء عليه. فنرجع هنا تاني، احنا بنتكلم على شكل وفكرة المشروع ده لمستقبل مصر. احنا اللي انا قلت عليه ده كله حبيت اقول ان الخلطة دي، الخلطة اللي بتكلم فيها دي، ان بتتعمل ضمان تحقيق النتائج. يعني ايه ضمان تحقيق النتائج؟ لما اقول ان انا بفضل الله سبحانه وتعالى بستهدف ان انا ازرع 2 مليون فدان، يبقى بقول 2 مليون فدان. لكن ممكن حد يقول لي طب ما انت ممكن القطاع الخاص توزع الارض عليهم، او يعني تسمح لهم بده قبل وهي فاضيه خالص، وهو يوم من استثماراته المختلفه، وهو اكفأ منك في ان هو يعمل بنيه اساسيه مش مكلفه زيك. انا بقى بصراحه هقول لكم حاجه، ده نقاش اتحدى بيه اي حد، ان يجي حد في القطاع الخاص يقدر يخش يعمل مشروع زي ده بنفس المستوى ده ويقول لي انا هكلفه اقل منك. لا، انا بحيد فكره ان هو مش معاه قدره ماليه ولا معهوش، لا لا لا، انا بتكلم انك انت النهارده الناس كانت بتعمل مشاريع ما يعملوش طريق، ما يعملوش يا دكتور، لكن انت النهارده جاي تقول لي بتعمل طريق 10 حارات طوله 250 260 كيلو لغايه العالمين عشان كل الاراضي الزراعيه اللي واقع على الطريق تتخدم بيه. وفي هنا شبكه طرق اتعملت جوه المشروع بتاع مستقبل مصر بشغلها دلوقتي طبعا، عشان تخدم على نقل داخل الكميات الضخمه دي. بقول لكم يا جماعه قد ايه مشروع ثلاث اربع محافظات كبار بيتعملوا اللي اتعملوا قبل كده في 200 سنه.